أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج سنة الله في الذين خلوا من قبل. الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. وكفى بالله حسيبا. الله ما شاء الله ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد في حسن صوته. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في حسن صوتك ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا قوا الله. ما شاء الله أحسنت وأجملت يا شيخ ما شاء الله. سبحانك يا رب ما شاء الله. وسبحوه بكرة وأصيلا. الله ما شاء الله ما شاء الله. Yeah.
شاء الله بارك الله يا شيخ ما شاء الله الله أكبر وكبر اللهم سيد حسين ما شاء الله ما كان محمد أبا أحد من رجال بالله التكبير بالله التكبير ما شاء الله ما شاء الله الله أزيد فزيد ما شاء الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين جميل جدا ما شاء الله حياك الله يا الله ما شاء الله ما شاء الله
نزل ہے اسے قرآن کہتے ہیں اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں اور بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 باروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں آپ تھے مدرسہ شاہی مراد آباد کے موقر استاد حضرت اقدس مجمد القرآن حضرت مولانا قاری محمد آزم صاحب دامت برکاتہ بہت کم وقت میں بہت خوبصورت لہجے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت پیش فرما رہے تھے اس وقت حضرت اقدس کی خدمت میں گزارش کر رہا کہ جناب حضرت مولانا مفتی وسیم صاحب دامت برکاتہ اپنے ہاتھوں سے حضرت دامت برکاتہ کی خدمت میں کمیٹی کا